بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، قصة العائد إلى الله النهاردة هي قصة غلطة صحابي ارتكب خطأ معين ثم عاد إلى الله، ولعل زي ما اتفقنا أخطاء الصحابة كانت تحدث رغم جلالة قدرهم، علشان نتعلم أن العصمة فقط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كل ابن آدم خطاء. فالإنسان لما يغلط يقبل هذه البشرية لكنه يتوب إلى الله، ولما نشوف حد بيغلط حتى ولو بكبيرة من أكبر الكبائر ما نحكمش عليه بالفسق أو بالفساد، إنما نديله فرصة أن يعود إلى الله. كلنا ركاب سفينة واحدة وكلنا خطائين، وخير الخطائين التوابون. الصحابي راح لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: إني أصبت من امرأة دون أن أمسها قبلتها، يعني ارتكب بعض الأشياء المحرمة مع بنت لكن لم يصل الأمر لكبيرة الزنا، فها أنا ذا يا رسول الله فاقضي في ما شئت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقام الرجل، وعلى باب المسجد نزل القرآن على سيدنا محمد، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام: تعالى قد أنزل الله فيك قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا نبي الله، أهذا لي خاصة؟ فقال النبي: لا، بل للناس كافة. رواه مسلم. غلط غلطة زي أخطاء كتيرة ممكن يقع فيها شباب وبنات كتيرة، أخطاء مرتبطة بشهوة الحب، فاقترب من بنت وفعل معها ما دون الجماع، ما دون الزنا، ثم أحس إن هو عمل حاجة مش من حقه، وإن ربنا ما يحبش ينظر ليه وهو في هذا الوضع، فراح لجأ لعالم العلماء صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: اعمل فيا اللي انت عايز تعمله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر أن ينزل فيه قرآن من الرحمن الرحيم، فإذا بربنا يقول له: ابدأ بص لقدام، ابدأ صلح غلطتك، لو بكيت على اللي فات توقف وابدأ صلح، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ابدأ اعمل أعمال صالحة، ابدأ غير أثر هذا الذنب اللي ممكن يكون تملك قلبك، وابدأ احشي هذا القلب بأثر الطاعة وأثر الذكر وأثر الصلاة وأثر اللجوء لربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان السيئة بتفعل فتوضع في ميزان السيئات، فإن الحسنات تحسب بالعشرة والسيئات تحسب بالواحدة، فأنت لما تعمل 10 سيئات تطيح بهم حسنة واحدة يوم القيامة وتثقل في ميزان الحسنات. فربنا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وده اللي خلى سيدنا رسول الله لما حد يقول له عليه الصلاة والسلام، لما حد قال له: أوصني يا رسول الله، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة بالحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأجمل حاجة في الحديث أن هذا العائد إلى الله من الصحابة قال له: يا سيدنا محمد، هو ده لي أنا لوحدي؟ أهذا لي؟ قال: لا، بل للناس كافة. كأن سيدنا محمد كان عارف أن ممكن شباب وبنات كتير يغلطوا الغلطات دي، ففتح لهم باب الأمل وباب العودة إلى الله. أقم الصلاة. فلو أنت بتغلط غلطات زي دي، خد العهد الآن، لعل ربنا بيسمعك هذا الكلام ليك أنت أو ليك أنت، وابدأ حافظ على صلواتك. وكما قال صلى الله عليه وسلم في إنسان بيرتكب بعض المعاصي لكن يصلي، قال: ستنهاه صلاته يوما. فكن أنت اليوم العائد إلى الله.